بالنسبة لمن يبحث عن التتويج، فإن الهدف من مباريات الدوري هو جمع النقاط، هو الهدف الأهم حتى يضمن الفريق في النهاية الوصول للبطولة. لكن هناك بعض المباريات التي يمكن اعتبارها مفصلية، ربما يكون لها مفعول السحر في مسيرة الأبطال. قد تكون مباراة في منتصف الموسم أو ربما في بدايته، لكن الأكيد أنك تستطيع أن تبني عليها مسيرة الفريق حتى نهاية الطريق. وبعد التعثر تزداد أهمية المباريات، وتشعر أن دعم الجمهور يزيد حتى يعود الفريق لطريق الانتصارات من جديد. بعد خسارتين أمام إنبي وطلائع الجيش، كان من المهم أن يعبر الزمالك عقبة الدراويش ليحقق مكاسب بالجملة من المباراة، ولم يقتصر الأمر على النقاط الثلاث، فالزمالك استعاد ثقة اللاعبين والجماهير واستمر في صدارة الترتيب قبل توقف الدوري بسبب مباريات المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا. كما أن الانتصار على الإسماعيلي هو تأكيد لحالة التفوق التي يعيشها بطل الدوري، ليؤكد الفوز الذي حققه في الدور الأول بهدفي أحمد سيد زيزو وعمر السعيد الهداف الذي استعاد الثقة وعاد من بعيد ليضمن لبطل الدوري النقاط الثلاث على أرض استاد القاهرة، ليكسر حالة من عدم التوفيق لازمت الفريق، وتبقى مكاسب الزمالك من لقاء الإسماعيلي بالجملة.